ومشاهدينا بنروح مرة أخرى إلى أخبارنا المحلية، بنتكلم عن حالة الطقس. بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم بطقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على الأنحاء كافة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهتكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين. أما البحر الأحمر فهتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين. خلينا ناخد كمان تفاصيل أكتر عن حالة الطقس. معنا دكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة. دكتور محمد صباح الخير، أهلا بحضرتك معنا. يمكن بدأنا بالفعل بنشعر بشكل كبير بتغير في حالة الطقس وبرودة الطقس، خاصة في فترات الصباح وفترات الليل. يعني التفاصيل عن درجات الحرارة في هذه الفترة، وهل متوقع أي تغيرات في الأيام القريبة القادمة؟ صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا يعني حسب توقعات هيئه الارصاد الجويه، النهارده يمكن بدايه فتره جديده نوعا ما من طقس الخريف. اليوم متوقع ان شاء الله في كميات امطار يمكن تصل احيانا الى مستويات كبيره، في خاصه على مناطق الساحل الشمالي الغربي، تبدا اليوم صباحا وقد تستمر الايام القادمه ايضا، وقد تمتد احيانا الى مناطق في شمال الدلتا ومناطق في وسط الدلتا، وممكن توصل للقاهرة على آخر اليوم. ده أهم مظهر موجود حاليا بالنسبة لتوقعات الخريف. خلينا نقول كمان إن ودي للمرة الأولى إن خريف 24 يبقى أقرب ما يكون لفصول الخريف ما قبل تغير المناخ، يعني الانخفاض في درجات الحرارة لهذا الحد متوقع طبعا خلال الأيام القادمة أن يكون هناك انخفاض واضح في حرارة الليل، تصل فيه درجات الحراره الى مستويات ان الناس تحس بالبروده فعليا. وما زالت الاجواء النهارده دافئه، وخاصه في مناطق الجنوب ومناطق جنوب سيناء بالنهار دافئه، وبالليل درجات الحراره اقرب ما يكون لفصل الشتاء، وده من ضمن التذبذبات الكبيره في درجات الحراره خلال هذه الفتره. وزي ما قلت لحضرتك ان المظهر الاهم هو وجود اول حاله تقلبات مناخيه في فصل الخريف، متمثل في كميات الامطار وفي المناطق المذكوره، وده برضه بيستدعي ان يكون في حرص شديد في موضوع السفر، خاصه على مناطق غرب الجمهوريه في فتره ما بعد الظهر اليوم، لان زي ما قلت لحضرتك متوقع ان يكون في كميه امطار قد تكون غزيره احيانا في بعض المناطق. دكتور محمد، يعني فصل الخريف حتى الآن حضرتك ذكرت أنه بيسير بشكل معتدل لحد كبير، يعني ما يشابه ما قبل الظواهر الواضحة اللي بتعكس تغير المناخ، يعني هل ده بينبئ كمان بفصل شتاء يكون معتدل أيضا مش زي فصل الصيف الحقيقة اللي كان قاسي جدا وغير معتاد؟ طبعا يعني هو كمان الغريب في الأمر، وده يعتبر نوع من أو شكل من تغير المناخ، أني خلاص بقينا اكتر من 40 سنه دائما وابدا الخريف بيكون امتداد للصيف، يعني بيكون الخريف دافئ او حر احيانا زي سنوات كتير عدت. الغريب زي ما قلت لحضرتك انه ودي برضو ناتج عن مرتفع جوي في فوق مناطق المتوسط في وقت يعني جاء مبكر كتير عن الوقت بتاع المفروض يجي زي ما بنقول في كياك، يعني في بعد منتصف ديسمبر، وجوده مبكرا ادى الى هذا الشكل من تغير المناخ ومن عوده البروده مره اخرى وانا في الثلث الثاني من فصل الخريف. وده زي ما قلت لحضرتك يعني بيقارب جدا خريف ما قبل تغير المناخ، لما كان دائما الخريف في الفترات اللي فاتت بيبقى امتداد للصيف، وده كمان بيبقى ليه تاثيرات مهمه زراعيا بالمناسبه، لاني انا داخل على مرحله مهمه جدا في الزراعه وهي زراعه محصول القمح والمحصول القومي الاول ومحاصيل شتويه مهمه زي البطاطس وزي وزي كمان الفول وغيرها. المحاصيل دي كمان هي محاصيل شتويه، فيمكن الاجواء تكون مناسبه، وزي ما قلت لحضرتك زي ما حضرتك ما ذكرت بالظبط احتمال يكون دي مقدمه ان يكون شتاء بارد بالمناسبه، وده من سمه شتاء مصر ان دائما الاشتيه بارده وقد تكون ايضا ممطره، وزي ما شفنا او هنتوقع النهارده ان شاء الله يكون في امطار خريفيه مبكره في اجواء بارده. دكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل التوضيح والمعلومات.